الشباب ديال هاد الوقفه خويا اش غنقول لك؟ واحد الجمعيه غنقول لك اول حاجه نصبات على الملك، ثاني حاجه نصبات على الدوله، ثالث حاجه نصبات على المواطن الفقير. انا غنقولها بحالك هادو، لان المبادره وطنيه ملكيه والارض مخزنيه وحنا هما الضحيه. غنجيو من الاخر بحالك، لانه سيدنا عطانا والجمعيه عرات المواطن المكمل، داو مالي شكاره، داو القريديه، داو الدايبيه. دابا الناس اللي مستافدين، مستافدين كوميسير الكونونير، هذا موظف، هذا في العماله، هذا باك صاحبي، وهذو هما اللي البكيه والسباصريه. هذا عنده 26 حانوت، هذا عنده 20 حانوت، هذا عنده 16، وهذا عنده والاساس هذا علاش جا سيدنا طالع احداث 16 ماي، راه 16 ماي الاحداث 16 ماي راه تصيد هذا المشروع، ولكن ما داوش مالي. انا راه كنقول داوها الناس واش واحد عنده لي كارت الطاليان مستافد؟ ما عمرني ما شفت مبادره وطنيه انا بحالك. انا كنعرف ولاد العماله، المبادره ملي كتعطى كتعطى في اطار ديال العماله، ما كتفوتش العماله، وحنا ما بقيناش خارج العماله ولا خارج خارج تراب الارض الوطني. اذا شكون هو هادشي؟ كونونير، بغيت نعرف انا كونونير عنده بقى المان شكون اللي خول لي الاستفاده هادي؟ بغيت انا نعرف هاد الكونونير شكون اللي خول ليه؟ انا بغيت نعرف هاد اللي عندهم 20 ولا عندهم 16 شكون اللي خول ليهم؟ منين جاهم داكشي؟ رتبوا الاموال هادشي هذا. حنا راه ما فاكينش ولا ما عرفتش شنو وقع. انا راه كنقول حاجه، الموت ولا المدلة، حنا باغي نموت وما باغيش ندلو. سيدنا عطانا ماشي ما عطاناش، ولكن التفار لعبوا بكل شيء. فين هما المسؤولين اللي غيحاسبوا؟ باش لنا حتى شي محاسبه. سنا هما الاخرين باقي كيجر باقي كيشفروا كيشفروا، وهذا الشيء اللي غادي البيع الشراء باقي كما كان. والسي العلاوي اللي دابا عندهم الداخل هذاك شنو هو دلمو؟ حيت كيطيح هذاك، حيت كيقلب على المطالب ديال الناس المستضعفين، هذا هو النيه ديالو. راه اكبر مشكل هو اللي عندنا حنا، راه اللي كيبغي يقول شي كلمه حق خاصه تدخل داربوه، خاصه يعود عند القضاء. لانه هذا السيد وراه فرق القف فرق القفه ديال رمضان، السيد بقاو لي ما عرفتش 10 ولا 11 باغي يمشي يتقدى ليهم، السيد ما مشى الاخرين تبعوه بكلهم ونجينا صاحبي. دابا حنا فين؟ في غابه، في دوله الحق والقانون، فين؟ هي حنا غادي نتسلحوا وغنمشيو ليهم. اذا هذاك لا كان واعي صابه، وراه تبارك الله راه الساكنه على قدها. اذا الساكنه لو تشات تناضت فين غتولي؟ شكون اللي غيسكتها؟ شكون اللي غيطفيها؟ انا راه كنطلبوا من المسؤولين النزهاء هما اللي يجيو يدخلوا في هذا الامر هذا، انه اكبر مشكل عندنا في كريان طوما. حنا راه طوماويين ماشي ارهابيين، سيدنا راه عطانا. انا ماشي غندو، سيدنا غطانا، غنقولها بالعربيه تعرابت. ولكن الجمعية السلامة ما كنقولش جمعية السلامة، وجمعية الإجرام. ورا الملير واش واحد ما كان كيكسبش نظرة الميكا ما كانتش عنده. واليوم ولاو الفيلات والطانوبيلات والمشاريع وما عرفت شنو هو، ومن أين لك هذا؟ حنا باغيين المحاسبة. وشكرا وكنشكركم أخويا. السلام عليكم، معك رتيوي عبد الخالق أحد المقصيين من الأسواق النموذجية التي هي في إطار المبادرة الوطنية وعضو في جمعية المنبع الجديد للتنمية المستدامة. حنا دابا كما كتشوف أخويا جينا المحكمة كنحتجوا على قبل الرئيس ديال الجمعية ديالنا، وقع لي مشكل مع واحد الجمعية ديال السلامة اللي عندنا مع عداوة هذه 11 سنة ومع مشاكل قديمة وكتهددنا تهديدات قديمه، ودابا هذيك التهديدات القديمه ولات تنفيذات على ارض الواقع بالملموس. كما كنشوفوا الرئيس ديالنا كنا البارح في واحد النشاط، والبارح كنا في واحد النشاط خيري قمنا بالواجب ديالنا الجمعاوي وسالينا القفه ديالنا شويه وما هبط من المقر مشى للتشارك بعد من المنطقه. فإذا بهذه الجمعية السلامة الخطيرة صيفطات جوج من البلطاجية كينتميو للجمعية ديالهم وترصدوا الرئيس ديالنا تل تشارك ترصدوا ليه
وكيتسناو حتى وقف بالطوموبيل وهجموه على الطوموبيل ديالو ولاو مضاربين معاه ولاو في الضرب والجرح، وهما دابا في المحكمه باش يهبطوه معاهم في طريقه كما كتشوفوا الالاعيب والتلاعيب ديالهم الخطيره. اما علاش هبطوا وداروا هذا الشيء؟ بانه الرئيس ديال الجمعيه عطى مستندات اللي هي قويه لواحد الصحافه جات عندهم على الصباح باش يصرح لهذا هذاك السوق النموذجي اللي هو موقع خصام ونزاع، عطيناهم الاوراق كتثبت بانه هذيك الارض ديال الجماعه ديال المخزنيه، اراضي مخزنيه لا حقوق لهم فيها، وكيفاش هما داروا الخروقات وكيفاش هادشي. بدينا كنعطيهم الادله ديال الخروقات بانه ناس اللي خارج المنطقه استفدت من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وناس واصله اللي لا صفات عندها باش غتستافد واستافدت، وهذا هو السبب علاش حيت هاد القضيه واصله لقاضي التحقيق كيحقق فيها، وهما ملي شافوا الشحط عندهم داروا هاد اللعبه باش يورطوا معاهم ويدخلوه، ولكن هاد الالاعيب ديالهم ما غتنجحش. حنا المطالب ديالنا المطلب الاول هو يخرج الرئيس ديالنا دابا فورا، والمطالب ديالنا هو يعطيونا حقوق ديالنا من التنميه البشريه من الاسواق النموذجيه، ويعطيوني حانوتي ويعطيو لكاع المقصيين الحوان ديالهم. وكنطالبوا بانه الفساد في سيدي مومن راه ولا قدا علينا، راه تهلكنا في سيدي مومن، جميع البرامج ديال سيدي مومن كيشفروها، ثم المبادره الملكيه اللي هي مبادره مكمله للبرامج باش ينوضوا سيدي مومن وبالفقر اللي كاين في سيدي مومن، حتى هي المبادره الملكيه خونوها لينا. راه حنا عينا من هاد الشفاره وكناشدوا وكيل الملك بانه هاد الجمعيه ديال كتهددنا، وحنا راه الارواح ديالنا راه ما رخيصاش. حنا كنطالبوا بالحمايه ديالنا من هاد الجمعيه اللي كتهددنا هادي 11 عام، ودابا راه كتنفذ التهديدات ديالها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.